وحول هذا الموضوع ينضم إلينا من الرياض الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر عبد اللطيف الهبهوب. أهلا بك أستاذ بكر. أبدأ معك أستاذ بكر، يعني ما أهمية إعلان تأسيس شركة قانونية للتأهيل والتدريب وتوطين الوظائف في هذا القطاع؟ تفضل. مرحبا بكم. أهلا بك. قرار تأسيس الشركة يأتي ضمن أهداف تنظيم الهيئة المتمثلة في وضع البرامج التأهيلية والتدريبية والمشاركة مع الجهات المختصة. بداية الهيئة أجرت دراسة عن واقع المهنة وتحدياتها، وكان من أهم نتائج الدراسة أن البطالة في القطاع القانوني تكمن في عدم تمكن حديثي التخرج من الحصول على تدريب مناسب، وأن القنوات الاستيعابية للتدريب ضعيفة لدرجة أنها لا يمكنها تسير الخبرة المطلوبة. خريج القانون أو الحقوق يحتاج إلى سنتين خبرة بحيث أن يكون قادر على المنافسة في سوق العمل، إما بالعمل الحر عبر الترخيص أو التوظيف في القطاع الحكومي أو الخاص. تكمن التحديات اللي تواجه سوق التدريب القانوني الآن قلة أماكن التدريب، وكذلك انعدام أو ضعف ضوابط ومعايير للتدريب بحيث تقاس تلك المعايير، علاوة على وجود حالات من التستر والاستغلال خصوصا للمتدربات. نعم. طيب عذر عن قاطع أستاذ بكر، ولكن كيف تخدم هذه الشركة القطاع الحكومي والخاص والقطاع غير الربحي فيما يتعلق بتوطين الوظائف؟ الشركة تقدم خدمات للقطاع الحكومي باعتبار أن الحديث التخرج بعد اجتيازه برامج التأهيل الأولية، نعم، السنة سواء كان في برنامج الزمالة أو في برنامج آخر مثل برامج اللي يقدمها مركز التدريب العدلي، يلتحق بعد إجراء المفاضلة للعمل كمستشار أو مستشار متدرب قانوني. وهذه الشركة تعمل عن قرب مع القطاع الحكومي في مجالس القضاء، يعملون كمعاونين للقضاء ويعملون كذلك في الجهات الحكومية والجهات الخاصة بما فيها أيضا مكاتب المحاماة، بدلا من أن يلجأ مكتب المحاماة إلى التوظيف المباشر يلجأ إلى الاستعانة بالشركة بحيث توفر له الكوادر سواء كان الوقت الكامل أو الوقت الجزئي. يعني هل ممكن يعني أستاذ بكر المتخرجين من الجامعات تخصص قانون هل ممكن أن يلتحق بهذه الشركة؟ هي مصممة لحديثي التخرج. حديثي التخرج يعني؟ اي نعم، لكن حديثي التخرج يحتاجون الى تسير معرفي. كيف؟ والى تأهيل كخطوة اولى، ومن ثم يلتحقون للشركة لممارسة ما درسوه من تأهيل وتدريب. فالشركة هي فرصة للتدريب الحقيقي في جو عمل وبيئة عمل محفزة، ومن جهة أخرى توفر للتدريب للخريج الفرصة الحقيقية لاحتساب سنوات الخبرة وتدرجه المهني، توفير خبرته في التأمينات، القضاء على حالات كثيرة من التستر، وتعطي الخريج الخبرة اللازمة ليصبح عنصر منافس في سوق العمل. اليوم البطالة في القطاع القانوني تكاد تكون ضئيلة جدا في الخريجين الذين لديهم سنتين خبرة فأكثر. الإشكالية أنه كيف تجسد خبرة حديثي التخرج. اليوم خريجي الجامعات ومن البنين والبنات يعني يتجاوزون 2800 وقرابة 3000 خريج سنويا على مستوى المملكة. المملكة لديها ما يربو على 30 جامعة وكلية مختصة في الحقوق سواء يعني أستاذ عذر عن المقاطعة ليس لدي وقت، يعني ستسهم في خفض نسبة البطالة بإذن الله في القطاع القانوني أستاذ بكر؟ هذا ما تهدف له الشركة. نعم. بشكل كبير أنها تؤهل
العدد الكبير من حديثي التخرج، بالإضافة إلى استفادة القطاع الحكومي والخاص. نعم أستاذ بكر. من معاونين. نعم، كان معنا من الرياض الأمين العام للهيئة السعودية للمحامين بكر الهبوب. شكرا جزيلا لك أستاذ بكر على هذا التوضيح وعلى هذا التفصيل أيضا.